طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي بمدارس الفاروق الخاصة. بنكمل سلسلتنا في التاريخ وبنكمل فصلنا الثالث وبناخد ثالث درس فيه، وهو أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني. هناخد الأحوال السياسية والاقتصادية والتعليم، وتعالوا نشوف الجزء ده مهم جدا. وبنتكلم على أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني. نبدأ بالأحوال السياسية. طبعا نرضى أو لم نرضى، أصبحت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وتم حل الجيش المصري وتم تشكيل جيش جديد تحت إشراف إنجليزي. ويجي بقى واحد اسمه اللورد دافرين، وده سفير إنجلترا في الأستانة، حط الخطوط الإدارة الإنجليزية في مصر بعد الاحتلال، وعمل قانون اسمه القانون الأساسي عام 1883. ونشوف بقى القانون الأساسي اللي مشيت عليه إنجلترا على حكم مصر، وقدرت تستولى على كل الأمور وشؤون مصر السياسية. أول حاجة، تبقى لمصر سلطتين: سلطة شرعية يتولاها الخديوي من خلال وزرائه عشان الشعب المصري ما يحسش بأي تغيير، وسلطة أخرى هي السلطة الفعلية، ودي متمثلة في موظف بريطاني وهو المعتمد البريطاني اللي بيدي أوامره للسلطة الشرعية اللي تمشيها على الشعب. تاني حاجة، استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية منعا لإثارة السلطان، عشان السلطان العثماني يعني ما يزعلش. تالت حاجة، العمل على طبع الإدارة المصرية بالطبع الإنجليزي اللي احنا بنسميها سياسة النجلزة أو الجلنزة. رابع حاجة، إلغاء بعض الإدارات ذات الصبغة الدولية وفي مقدمتها المراقبة الثنائية، عشان إنجلترا تنفرد بحكم مصر تماما، وده اللي أغضب فرنسا من مصر، أغضب فرنسا من إنجلترا داخل مصر. خامس حاجة، إلغاء مجلس النواب وإقامة مجالس سورية زي مجلس شورى القوانين، الجمعية العمومية، مجالس المديريات، وكلها بتضم الأعيان بصفة أساسية. وعين أول معتمد بريطاني هو اللورد كرومر أو السير إيفلين بارينج، اللي هو اللورد كرومر، وده من سبتمبر 1883، وظل حتى رحل عن مصر تماما سنة 1907. نيجي بقى للأحوال الاقتصادية. نبدأ بالزراعة، ونلاقي إن إنجلترا اهتمت بالزراعة في مصر على حساب الصناعة. ليه؟ طبعا أكيد ليها غرض، زي توفير المادة الخام اللازمة للمصانع الإنجليزية، وإتاحة الفرصة لتسويق المنتجات اللي هي المصنوعات الإنجليزية في السوق المصري. اهتمت بالزراعة؟ اهتمت. عملت ايه؟ طبعا حفر ترع، انشاء قنوات، تحسين نظام الري والصرف، استكمال شق القنوات واصلاح الاناط الخيرية، وقامت عدة اناطر على النيل في اسيوط واسنا وزفتة، وقاموا بانشاء خزان اسوان، زيادة المحاصيل الصيفية وخاصة القطن على حساب المحاصيل الشتوية وخاصة الحبوب. طبعا زادت مساحة الارض الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي طبعا باهتمام انجلترا، لكن عجزت مصر عن سد حاكة الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية، وتعرض مصر لخطر الاعتماد على محصول واحد وهو القطن. كل الاستثمارات الأجنبية عن طريق البنوك الأجنبية اللي نشأت في ظل الاحتلال، بدأت الاهتمام في مجال الزراعة، تسليف وشراء الأراضي، وده اللي ترتب عليه وقوع ملاك الأراضي الزراعية صغارهم وكبارهم في قبضة هذه البنوك. ولما عجزوا عن دفع هذه الأقساط اللي عليهم والقروض اللي عليهم، أجبرتهم على بيع أراضيهم، ودي اللي عرف بالبيوع الجبرية أو الوفائية. طبعا الوفائية نسبة إلى وفاء الدين. اعتمد الاقتصاد المصري على الزراعة، تعاظم دور ملاك الأراضي الزراعية كقوة اجتماعية، ودخلت في ميدان السياسة منذ عهد الخديوي إسماعيل. ونتيجة لاهتمام الإنجليز بالتخصص الزراعي، ارتفع شأن ملاك الأراضي الزراعية في عهد الاحتلال البريطاني، وزاد من شأنهم بعد ما شكلوا منهم مجالس المديريات، ودخلوا عضوية المجالس النيابية، ودافعوا عن مصالحهم الزراعية من خلال السلطة التشريعية. استقرت وظيفة العمدة وشيخ البلد في أيديهم، عشان اشترط في قانون اسمه قانون العمد أو قانون العشرة أفدنة سنة 1896، أن يكون المرشح لشغل الوظيفة إذا كان عمدة أو شيخ بلد لازم يكون يمتلك 10 أفدنة. طيب هنشوف بقى الصناعة، هل اهتموا بالصناعة؟ طبعا ما اهتموش بالصناعة، وبدأوا يحاربوا الصناعة المصرية عشان يبيعوا منتجاتهم. فرضوا مجموعة من الإجراءات، وكلها هنشوفها إنها لمحاربة
الصناعة في مصر وتدهور الصناعة في مصر في عصر الاحتلال البريطاني. أول حاجة فرض ضريبة مقدارها 8% على جميع المنسوجات القطنية، وده اللي أدى إلى كساد صناعة الغزل والنسيج القطن في مصر. تاني حاجة فرض ضريبة استهلاك على السكر المحلي، وده اللي أدى إلى ارتفاع سعره ومساواته بسعر السكر المستورد فكسدت صناعة السكر. تالت حاجة جعل سعر الضريبة على الآلات المستوردة اللازمة للصناعة تعادل سعر الضريبة على السلع الأجنبية، وده اللي أدى إلى ارتفاع تكلفة الصناعة الوطنية وبالتالي صعوبة تسويقها. طب لو حد فكر يصدر، فرض رسوم على المصنوعات المصرية المصدرة مقدارها 1.25%، يعني 1.25%، ده اللي أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق الخارجية فلا تجد مشتريا لها. طبعا مع إهمال التعليم الصناعي، وده اللي تدهور منذ انتهاء نظام الاحتكار، ولم تتبين الحكومة المصرية خطورة ذلك التدهور إلا في عام 1907، فأنشأت إدارة التعليم الفني الصناعي. طيب ايه نتائج بقى هذه السياسة؟ اول حاجة باعت الحكومة المصرية ما تملكه من مغازل القطن ومعامل النسيج، واغلق مصانع المدافع والذخيرة وبيع ادواتها، واعتمدت في تمويل الجيش بالمعدات والذخيرة على شراء من انجلترا. طبعا تدهورت الصناعات الصغيرة غير حكومية، وانتشرت حالات الافلاس بين اصحابها، ولم يعد هناك طائفة تحميهم كما في السابق، فقد الغي نظام طوائف الحرب في 1891. تالت حاجة انتشرت البضائع المستوردة في الاسواق المصرية، فاللورد كرومر يفتخر في تقريره اللي بيبعته كل سنة للحكومة الإنجليزية، وتقريره 1905 بيقول فيه إيه؟ إن المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الأهلية، وإن الدكاكين المحلية أصبحت تبيع كل ما هو أوروبي الإنتاج. يعني معنى كده هو بيفتخر، لكن إحنا من هذا الافتخار يبان إن الصناعة تدهورت تماما في مصر. نشوف بقى موقف أصحاب رؤوس الأموال من الصناعة في مصر. طبعا اغلب ملاك الاراضي الزراعيه المصريين استثمروا اموالهم في الزراعه عنها في الصناعه، وفضلوا استثمارها في استصلاح الاراضي والزراعه بدلا من الانتاج الصناعي المحكوم عليه بمنافسه غير متكافئه ودون حمايه حكوميه. احجم الاجانب عن استثمار اموالهم في الصناعه حتى يفسحوا المجال لتسويق منتجات بلادهم الصناعيه في مصر. طب نيجي نشوف التجاره. فرض الاحتلال البريطاني قيود على الانتاج المحلي المصري وتسويقه، وده اللي أدى إلى 1 ارتفاع شأن الوكالات التجارية الأجنبية في مصر، 2 تقلص دور الحكومة في مراقبة الأسواق إلا فيما يتعلق بالأمن العام، 3 استثمار رؤوس الأموال المتراكمة في التجارة في الشركات والبنوك خاصة الرهونات. أول بنك ينشأ كان البنك الأهلي 1898، وده من أخطر المشروعات الاستثمارية الإنجليزية على الاقتصاد المصري، لأنه احتكر اصدار الاوراق الماليه المصريه وكافه الاعمال المصريه، وده اللي ادى الى ارتباط العمله المصريه بالعمله الانجليزيه، وكان اي اهتزاز في قيمه العمله الانجليزيه يؤثر على قيمه العمله المصريه، يعني عبر ربطوا الاقتصاد المصري بالاقتصاد الانجليزي. طبعا اهملوا التعليم اهمال شديد جدا، وتدهور التعليم في عهد الاحتلال، وده يعد من اهم مساوئ الاحتلال، وده كان بسبب 1 بخل الاحتلال على التعليم بالأموال، وجعل الاحتلال التعليم بمصروفات عالية بعد أن كان بالمجان، فانحصر التعليم في فئة قليلة. 3 حاجة اقتصار أهداف التعليم على مجرد تخريج موظفين للدولة. 4 حاجة إخضاع التعليم لمجموعة النظم والقواعد الصارمة اللي عملها المستشار الإنجليزي دانلوب، واللي أماتت روح الابتكار ونشأ الأفراد على الخضوع والاستسلام. وكده يبقى خدنا أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني. كان معاكم مستر هاني فوزي، مدرس التاريخ بالمرحلة الثانوية في مدارس الفاروق الخاصة، وشكرا.